إيزابيلا نوس نوفا، وهي المؤلفة بالنصوص وأيضا الفرقة من الفيتشر، فهو أول أو صوت الراوي في هذا الحدث. Insieme alla Nuzzi Nova ci sarà Sara Allegretta, che è soprano. ومعنا السوبرانو كبطل ثاني لهذا العمل هنا هي سارة أليغريتا وهي سوبرانو. E al pianoforte il maestro Vincenzo Rana. ومعنا على البيانو العزف على البيانو Vincenzo Rana maestro Vincenzo Rana. Un ringraziamento anche al maestro Elio Ciolo, coordinatore artistico, che ci sostiene e collabora con noi da tempo. ونقدم جزيل الشكر أيضا للمايسترو بورتشولو الذي قام بتنظيم أو التنسيق الفني لهذا الحدث والذي يتعاون معنا منذ فترات معينة في هذا المجال. È una serata quindi di letteratura, di musica e di cinema, tutto insieme. فنحن بصدد حدث أو بصدد حفل نجمع بين السينما والأدب والموسيقى. Credo di dover spendere due parole molto rapido, spendere due parole per introdurre un po' la figura di Gabriella Annunzio. أعتقد أنني يمكنني أن أخذ من هذا الوقت المخصص للحدث في أن أتحدث ببضع كلمات عن جابرييل أنونسيو الذي مخصص له هذا الحدث بالموزه أو المهمة. Naturalmente lo spettacolo è legato طبعا هذا الحدث هو مخصص او خاص بالنونسيو وبملهماته كشخصيات في حياته. L'Annunzio fu uno dei maggiori esponenti del decadentismo europeo, come si dice. L'Annunzio أحد المناصرين أو الداعمين أو الداعمين الرئيسيين لتيار الانحطاط الأوروبي. Era uno scrittore raffinato, erudito, ma aveva anche questa sensibilità per le novità, la capacità di assimilare le novità. كان يتميز بأنه رجل مثقف عالم وأيضا راقي في وحساس وكان لديه تلك القدرة على صنع مستجدات في عصره. Una delle novità della sua epoca, Annunzio nasce nel 1863, una delle novità fu il cinema. ومن بين هذه المستجدات في عصره وعلينا أن نقول أنه ولد في مواليد 1863 كانت السينما. Primo grande scrittore italiano a credere nel cinema come arte, come forza espressiva, come linguaggio capace di creare miti, magia, esotismo. طبعا وهو ككاتب وكفنان وشاعر كان يؤمن إيمانا قويا بأن السينما هي السينما كمستجد من المستجدات هي التي تخلق الرؤى. فهي تلك السينما التي كانت الضالة المنشودة أو البحث أو كانت المطلب الجماعي للبحث عن كل ما هو رائع، كل ما هو غني، كل ما هو كل ما هو رائع وكل ما هو غني. Lo spettacolo mostra anche in questo contesto il nuovo protagonismo femminile. وهذا العرض الذي نحن بسببه اليوم هو يعرض إحدى هذه المستجدات أو يسلط الضوء على البطولة النسائية الجديدة في ذلك العصر. Un esempio per tutte è Eleonora Duse, grandissima attrice che veniva in Egitto in tournée regolarmente, è venuta tantissime volte in Egitto. ومن بين تلك الشخصيات أو البطولة النسائية التي جسدها هو في أعماله نذكر إليونورا دوزي التي أتت إلى مصر وهي إحدى الكبار ممثلات ذلك العصر وهي جاءت في دورات فنية كثيرة إلى مصر قد تكون منتظمة وكانت تمتلك شهرة كبيرة طبعا. L'Annunzio è una grande figura di scrittore molto complesso, però nello spettacolo vedrete che si evidenzia questo suo bisogno di assoluto. هو طبعا من لا شك في L'Annunzio هو احد كبار الكتاب والفنانين والشعراء ولكنه ايضا في هذا العرض ستجدون او يؤكد عليكم او يبرز حاجته الى المطلق.
e in fondo il ruolo femminile, poi delle muse, è quello di essere mediatrici tra lo scrittore e questa ansia di assoluto. طبعا الموزة او الحدث اللي احنا بصدده او المهمات الموزيو كانت تقوم بدور التي تقوم بدور التي تدير العلاقة بين او تنقل العلاقة التي حيث القلق الذي يدور بداخل الكاتب والى العالم الخارجي. Allo stesso tempo, ovviamente, di fronte a questa ansia di assoluto c'è anche il senso, la tensione, il senso di impotenza, la difficoltà a raggiungere l'assoluto e quindi anche la nevrosi, il negativo. ومن بين تلك النقاط التي يبرزها او تبرزها المهمات عن طريق الكاتب كما تبرز تلك الدين والحاجه الى المطلق طبعا بتجسد المجتمع وكانه مجتمع او تجسد ايضا بعض الاشياء الاخرى حول المجتمع وهو التوتر والعصبيه وغيرها، اي انها تقوم بالناقله او كما قلنا انها تنقل ما يدور داخل الفنان او الكاتب الى المجتمع وحاجه المجتمع الى نمط diciamo la rappresentazione di questa tensione. E سنترك لكم الحدث الذي سيجسد لكم هذا القلق من خلال الكلمات ومن خلال الموسيقى ومن خلال طبعا كلمات المنسيو ومن خلال الموسيقى التي سنستمع لها. وتنقل لنا هذه الصورة. Leggiamo l'annunzio come una ricerca di emozioni vere, di emozioni sincere, cioè delle nostre musiche. وطبعا هنقرا برنامجي النهارده كاننا في حاجه او في بحث للانفعالات الصادقه الحقيقيه في حياتنا وملهماتنا كما هو ايضا قدر من الملهمات في حياتنا. اشكركم على الانتباه والاستماع واتمنى لكم سياره. Voglio un amore doloroso. Che lento sia come una lente morte e senza fine. Voglio che più forte sia della morte e senza mutamento. Voglio che senza tregua, come in un tormento occulto, siano le nostre anime assorte. E voglio che il mare si appresso alle nostre porte, solo, e che pianga, in silenzio intento. Voglio che sia la torre alta, di granito, ed alta sia così, che nel sereno sembri attingere il grande astro polare. Voglio un letto di porpora, e trovare in quell'ombra, giacendo su quel seno, come in fondo a un sepolcro, là, voglio trovare l'infinito. اللي انا بتابعه واللي بيتابع الانشطه اللي انا بقدمها.
نقاط جمال مميزة في التجربة الفنية أو تجربتنا النهاردة. أنا أحب أقول أول حاجة الاستجابة الفنية من الجمهور المصري للأنشطة والأعمال والفعاليات اللي بتتنظم في المعهد الثقافي الإيطالي وقبوله ليها وترحيبه بيها وحضورها. التنظيم اللي بيقوم به المعهد الثقافي الإيطالي برعاية مديره دافيد سكالماني للأحداث الثقافية اللي بتتعمل من عدمه بيبتدعها ويختلفها وما كانتش موجودة. شايف إن المعهد في خلال 3 سنين اللي فاتوا دول قدم أعمال كتير، قدم أنشطة كتير، الجمهور بيستجيب ليها، وشايف إن مدير المعهد الدكتور دافيد سكالماني نقدر نقول إن هو السفير الأمثل أو الشخصية الأمثل اللي قامت بدور التواصل ما بين الثقافتين وبين البلدين في نقل الثقافة من هناك لهنا برضه، الثقافة الإيطالية لمصر. محتاجة أضيف حاجة أخيرة مهمة بالنسبة لي، بإضافة لشكري للدكتور دافيد سكالماني مدير المعهد الثقافي الإيطالي لثقته اللي بيحطها في افتتاحاتنا للأنشطة اللي إحنا بنقدمها هنا. أنا أحب أوجه شكر كبير للعاملين في المعهد والستاف الموجود، كل حد فيهم بمنتهى الصبر والتأني والحب والترحاب بيساعد، وكل واحد فيهم بيعمل عمل كبير عشان يقدم العرض النهاردة. مش هقدر أقول اسمهم واحد بواحد، بس أنا أحب أشكرهم كلهم على المجهود اللي بيشاركوا فيه في تقديم العمل ده. Il loro fu un amore grande e doloroso. Così scrive D'Annunzio per quell'amore, eternamente pentito, eternamente in fallo. التي كانت تأتي في مصر بموعد ثابت سنويا لعمل تورني أو دولة فنية. هذه المرة نحن نقدم إيزابيلا روسينوفا التي لها نفس الولع ولها نفس النهم بمصر، ووجدنا أنها استقامت
قبلت هذه الدعوة بشرف وفرح وكبير، فقدمناها خاصة أنها كل هذه التكسيدات أو هذه المرتقيات هي تصب في تقديم الفن أو تقديم البانوراما الثقافية الإيطالية على الأرض المصرية، وهذا هو عمل المعهد الثقافي الإيطالي أن يقدم أو يعرض للثقافة الإيطالية على الأرض المصرية. نحن لدينا أحداث وفعاليات أخرى، ولكن هذا الحدث الخاص بنظرة على السينما التنمية للسينما التنمية هو مستمر حتى 27 يوم الجاري أو المقبل. في يوم 21 لدينا كونشيرتو لودوفيكو كارانا، وهو كونشيرتو بنقدمه في الاحتفاء بيوم الموسيقى الإيطالية في العالم، هذا الموعد العالمي، وده هيكون يوم 21 هنا في المعهد. pare che a lei d'annunzio dedicò l'innocente e poi la parisina che scrisse a Parigi per la musica di Mascagni. سؤال صعب كما تتبعني في الإنذار دائما، ولكن نحن هنا نقدم كل ما هو مستجد أو جديد على الساحة الثقافية الإيطالية لجمهور المصري طبعا، وكما قدمنا هذا الكونشيرتو أو هذا العمل اليوم، فكل ده بيقدم الثقافة الإيطالية بشكلها الجديد، وحتى نكون على التواصل مع الجمهور المقدم له تلك